أجواء احتفالية كبيرة في بنو زيدون احتفالا أو بداية الاحتفال بسنة الأمازيغية. كما يعلم الجميع أنه السنة الفائتة كان احتفال بسيط، ولكن هذه السنة نتشرف بالرعاية المولوية السامية وبالإقرار الملكي السامي باعتبار يناير 14 هو السنة الأمازيغية وبإقرار ديالها وعطلة مؤدة عنها. إذن لا يسع جماعة أكادير إلا إشراك الساكنة والعائلات وكل الأمازيغيين، خصوصا عندنا في مدينة أكادير. وبالتالي الشكر موجه أيضا سيد رئيس جماعة أكادير سيد عزيز أخنوش اللي اعطانا إمكانيات باش نقدروا نخرجوا هذا الاحتفال اللي كتشوفوه. ولا يمكن الاحتفال بسنة الأمازيغية إلا وسط الناس، وسط الناس ديالنا اللي انتخبونا. وبكل صدق وكنقولها اليوم، ما يمكنش إلا أنك خاصك تدير معهم واحد الاحتفال شعبي. أنت كتشوف الأجواء القديمة ديال الأمازيغيين بالتراث، بالموسيقى، باللباس، بالعطار المتجول، بفضاء الأطفال. هذه كلها كان نشاركها مع الناس ديالنا ومع الأمهات ديالنا ومع والدينا ومع الناس. أنت كتشوف أكادير اليوم بنو زيدون جاولوا الناس بزاف كتار، هذا كيدل على الحب ديال الناس والإعجاب ديالهم، وحيت بغاو بحال هاد الحويجات هادو، بغاو الفرح. إذن الأمازيغيين دائما هما فرحانين، والمغاربة وحنا ديما مضحكين، وخصوصا في هاد النهار وخصوصا اليوم اللي هو اليوم المطالبة وتقديم وثيقة مطالبة بالاستقلال، وأيضا الاحتفالات بالسنة الأمازيغية. إذن الناس قاسة مباركي وهنيئا لنا كساكنة أكادير بهذا الفضاء الجميل وبهذه الاحتفالية الرائعة. جينا اليوم جبنا هذه، قدينا العروسة، لبسناها بالكلمات ديال التقاليد وداك الشيء، والعريس هو لبس بطريقة ديال التقليدية ديالنا بالكلمات ديالو، تيكونوا معاه الدراري وداك الشيء صحابو، والعروسة كتلبسها مزوارة كي تنقولوا، المرأة اللي هي خاصة كتلبس العرايس في الدواوير هكذا، كتكون واحد المرأة خاصة كتلبس العروسة. ودابا حنا درنا الحفل بسميتو، لبسناها ودورناها في الحديقة باش الجمهور ديالنا كامل يشوفوا التقاليد كلها على عينيهم، لا في ناحية فاش كانوا كيلبسوها، ولا حتى من بعد اللي وصلنا هنا. دابا حنا زعما بحكم حنا جينا دابا لدار العريس، دابا راه تيشتحوا يعني دايرين أحواش، المحتوى ديالهم ديما أننا يعني ديما فيهم ديك رحنا فرحانين بكم، رحنا جبنا لكم مثلا جبنا لكم بنتنا تهلاو فيها، وحنا جينا للدار الكبيره. يعني هادو هما سميتو، هادو هما الاغاني تقريبا كلهم كيكونوا غير رموز كتهدف على ديك الانسانه باش كتصبر في دار راجلها، وتا هما كيعبروا على الفرحه ديالهم بحكم يعني الزواج ببنتهم، وهادو تيفرحوا يعني كيكون واحد المزيج. هادو كيغنيو احواج ديالهم في شكل كيرحبوا بهم بطريقتهم، والاخرين ثاني كيديروا بحال ديال العروس كيغنيو اغاني كترحب بحباب العريس، والاهل العريس ثاني تيرحبوا باهل العروسه، وصافي تبارك الله تيبقى النشاط حتى للصباح.